متابعي الاوفياء، مرحبا بكم في قناه انا جيت. كما كتشوفوا كاين معنا النيفلوز وكاين معنا فريق الهلاوي هنا بالقرب من برج محمد السادس، هنا بقرب من واد ابو رقراق والصياده، راهما ديال القصبه الله يسر لهم الامور، هنا بالطريق المؤديه الى حي الرياض، طريق المداري حي الرياض بوزنيقه اتجاه حي الرياض اتجاه مدينة سلا الجديدة. ماتيريال اخواني اخواتي كما كتشوفوا ديال فريق جي تي ار كيتجه للجنوب. هنايا كاين معنا فريق الهلاوي داخل لينا هنايا من اجل الاعدادات الاخيرة. هنايا معنا الوسام الذهبي، هذه هي الوقيته ديالته دائما كنتصادفوا معاه تبارك الله ما شاء الله. وكاين معنا متابعين الاوفياء طريق عنق الجمل، طريق عنق الجمل اليوم الاربعاء 11 يناير 2023 نهايه الاشغال. راه اليوم تلقات اخواني اخواتي في هذه المناسبة تبارك الله ما شاء الله كما كتشوفوا. باقي اليوم هنايا شي حاجة قليلة، أنا دابا غادي ندخل نوريها لكم ياك سمعتوني، شي حاجة هنايا قليلة. وكاين معنا واحد المجموعة ديال الحوايج غتشوفوهم معنا دابا. هاد الطريق المتابعين الأوفياء راه كتدي لينا لحي الرياض، ولكن كما كتشوفوا طريق عنق الجمل تبعتوا معنا الاشغال ديالها منذ اليوم الاول. حنا غاديين معكم مرحله مرحله، قالت لينا هذه المرحله الاخيره اللي هي هاد الرومبو الكبيره، الرومبو الكبيره شدوهم يقسموها لينا ثلاثه ديال الطرقان، جوج غادي يدخلوا لينا للرومبو ديريكت وداروا لنا واحد الايلوت تما، كاين واحد الفريميجه جاي تعاود الريح من تما كاينه غادا تثقب لينا باش تهود لينا الطريق اللي هنايا. شو هاد الطريق من هنايا من هنا غادخل في حالاتك لهنايا، واللي بغى يمشي لعكرياش غيضرب مع الطريق نيشان وغيضرب لينا من تحت ديال القنطره يكمل الطريق ديالو الله يستر ليه الامور. مرحبا مرحبا عبد العلي، مرحبا. فريق ديال الهلاوي البوتشارا هو راه دخل لينا تبارك الله ما شاء الله، والاشغال عن قدم وساق. قالت هاد البليصه هي هنايا، شنو غيديروا؟ غادي يتسناو ياك باش غادي الطريقه ديال الجمع. كيفاش الطريقه ديال الجمع؟ الطريقة توصل لنا حتى عند الشاف امين، ومن تما كاينه غاد الدور لينا غتخطف لنا الخطفة. يعني ان هذا الطريق غادي يتلغى، والناس اللي كيدخلوا من هنايا راه الطريق غتولي تدخل ليها من الطلعة اللي كتطلع للقرية جهة الروضة، كاينه تما كاينه الرومبو تما كاينه تدخل في حالاتك وترجع في حالاتك لهنايا، حيت راه سدوها من جهه الجامع، حيت كاين واحد المجموعه ديال الاوديه اللي غيلاقيوهم غيضربوهم باش يلاقيوهم مع الواد. شو الواد؟ شتوهم هذوك المسيلات اللي كاين مع الجبل كاين هنايا، ماشي مسيلات صافي، راه غادي يعصبوا ليهم الطريق ديالهم باش تهوي. ملي غنكون غادي نصاوب لكم شي فيديو قصير باش تفهموا شنو قلت لكم في هذا الشيء ديال المسيلات. هنا معنا هنا غادي نجيو حتى للوسط وغنوريكم الفريميجه. مرحبا مرحبا، الله يستر امرك، الله يستر امرك، الله يحفظك من العين ومن الكسيد من الطرقات. شكرا لكم متابعين الاوفياء، بارك الله فيكم بارك الله فيكم.
امين غادي تطلع وتشرى شنو غيدي اليوم؟ غادي تاكل الخبز. هذيك جي سي بي. اذا جي سي بي اخواني اخواتي غتهز من هنايا غتمشي تيران. اهلا نهار كبير هذا. سير الدراجه كلشي بخير صحيحه الله يحفظك ليا الله يستر امرك الله يستر امرك. اذا هاد الطريقه ديال تسدلينا علاش؟ حيت التروطوار غادي يجي من عند امين ملي وغيدوز لينا من جهه ديال فين غادي لينا رشيد جي سي بي ومن تما كاينه غادي يطلع مع الجناب مع الجناب باش تخرج لينا الطريق لهنا. بريميجا الاولى هي شتوى بريميجا الاولى هي فريميجا الثانية شو راه هي الصغرى هي شو راه تكون فريميجا. فريميجا الثالثة راه هي فين هي شتي فين شارجاو ليها شو البلاصة فين كانت عندنا البلاكة عقلتو على البلاكة كانت عندنا البلاكة هنايا بلاكة كانت عندنا هنايا البلاكة وكان الشرع هنايا صافي راه شدو راه كومباكتو هاد الصباح راه هي الكومباكتور شو وجي تشوفوا كيفاش داروا ليها داروا لها واحد الخدمه سبيسيال شو كي دايره الطريقه ديال توسع هذه حتى هي راه غادي توسع اخواني اخواتي لكن ماشي دابا الوقت اللي غيبداو في الخدمه ديال هاد الطريق راه حتى هي غتوسع غتولي كتدي ثلاثه الطوموبيلات تطلع ثلاثه ديال الراس فيها الخدمه هذه غياكلوا من الطريق من هنايا شو هادي تاهي فيها الخدمة ملي غتطلق هاد الخدمة راه غنوريها لكم اخواني اخواتي كيفاش غتخدم الرومبا الرومبا اخواني اخواتي تاهي راه غادي تبدل غدير الرومبا كبيرة شو باش تولي هي تحكم على كلشي رشيد تبارك الله ما شاء الله طلع علينا البوكشا طلع علينا جي سي فيا بلاصة تبارك الله ما شاء الله بقيت مع الرومبا وطلع هي دي غادي تكبر شو الطريق من غادي تخرج الحمد لله والشكر لله طريق الدار البيضاء هذا غادي يتعاود شو شنو غادي يطيح الطريق راه هي غطيح من هذيك البلاصه ملي 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 وغاد فين واقف عندنا داك السيد اللي كيدير الاوتوستوب من تما كاينه غادخل في حالتك للريبه هنا هي الجواكريه شو واحد القادو شوفينا هو حتى هو نشوفو كيفاش غيديروا ليه وكاين عندنا الطريق حتى هي غادي تدخل لينا من هنايا تبارك الله هذا الوسام الذهبي كتريقل عليه كتريقل عليه المكان قيشة هي الوقيشة هو الوحيد اللي كيدخل سلا اغلبيه ديال الكرام اللي كتكون في الشمال كتقول ليه سلا يقول لك اسمح ليا اسمح لي الناس اللي باغيين يجيو للرباط خذوا الوسام الذهبي باش يدخلكم لسلا ملي غيدخلكم لسلا تنزلوا من المحطه وتمشيو للترام ومن الترام تما كاين طلعوا للرباط احسن ما تبقاو تالفين في المحطه الكبيره المحطه الكبيره هذه شويه الطاكسي في الطاكسي ولا الطوبيس يكون عامر بزاف اذا طريق السلامه فريق ديال صافي شادين الطريق ديال عكريش الله يستر ليه الامور
اذا دابا اللي بقى لينا غنشوفوا هنايا كيفاش غنخدموها واحد، غادي نشوفوا هذه كيفاش غادي تخدم جوج ديال، وغادي نشوفوا هنا كيفاش غتخدم. تحيه ليكيب ديال الوكاله، وتحيه الفريق ديال الهلاوي، وتحيه الجواكريه ديال الالكتريسيتي ديال المقايضه، وكاع اي واحد خدم في الطريق. شكرا لكم بزاف متابعي الاوفياء، خليتكم على خير، وما كان غير الله الوطن الملك وانا مشيت.